الجزء الاول اللي راح ناخذ به يعني شلون من اخذنا بالعمليه البدايه يعني عن النيرفس سيستم ومن الكون. فهو ايش كاتب لكم بالبدايه؟ The nervous system is complex network of nerves and nerve cell اللي هي نيورون يقول لك that carry signal or message to and from the brain and spinal cord to different part of the body. يعني يقول لك هو عباره عن جهاز معقد او شبكه من الاعصاب المعقده تحتوي على خلايا عصبيه اللي يسموها نيورون. يعني اني تسمع كلمه نير سيل او نيورون فهو يعني خليه عصبيه. هذه الخليه العصبيه وظيفتها تنقل الاشاره من والى الدماغ والحبل الشوكي. يعني نقول يعني احنا نريد نقولها بمعنى ثاني، تنقل الاشاره كهربائيه من جهاز مركزي الى الاعصاب المحيطه وترجع له الاشاره، عرفتوا؟ يعني مثلا يجي سنسري ويجز موتور، هيك معنى ينقل الاشاره من والى. زين كاتب لكم it's made up of central nervous system and peripheral، يقسم الى central وperipheral nervous system. مثل ما تعرفون اخذنا لكم يعني بدايه اول ما بدينا تشريح اخذنا خلايا يسموها خلايا نيورون، خلايا عصبيه، خلايا مسانده وظيفتها مو ترسلوا يعني هنا مو كاتب لكم مثلا ترسل لنا اشارات من والى الدماغ والحبل الشوكي، هنا الجلايال سيل وظيفتها داعمه. تذكرون ابن دايمال وغيرها استروسايت او ليجودندروسايت وغيرهم من الخلايا، قلنا ذني مو مثل نيورون يدزن ويكلم، لا ذني داعمات الهم، عرفتوا؟ يسمون جلايال سيل اللي هي خلايا الدبقيه. هسه هذا المخطط عندكم اللي هو نفسه اللي موجود بالعمليه، يقسم الى سنترال وبرفرال. شوفوا السنترال قال لك الدماغ والحبل الشوكي، زين؟ والبرفرال من تكون الموتور والسنسري نيورون و الموتور والسنسري. هذا يحس تقولون شو هذا تقسيم شويه يختلف عن اللي عندنا احنا، كنا نقسم قبل سوماتيك واوتونوميك. صحيح هو صحيح كلامكم، بس القصد انه البروفرال يعني هذا البروفرال نيرف سيستم، خلينا نكبر هنا شويه. شوف هذا البروفرال نيرف سيستم، احنا كنا قبل نجي هنا من عبر المصطلحين، نجي قبل سوماتيك واوتونوميك. هو صح يعني، بس هذا يقول لك هذا البرفرال العصب اللي طلع من السبانال كورد او من البرين نفسه اللي هو صار برفرال، قلنا اي عصب يطلع من البرين او سبانال كورد يسموه برفرال. زين هذا العصب طلع هو مثلا يطلع موتور ويجي اشاره للبرين والسبانال كورد، شنو يجي سنسري، يعني يجي سنسري اشاره مثلا اجت مثلا نفرض اجى بالمحيطي انه هذا شيء حار، فبعد ما فسر الدماغ والحبل الشوكي يدزه بالموتور، فالموتور دائما شيء يسمونه افرنت اي، شوف يبدا باي افرنت يعني الصادر، افرنت على بدايته اي يعني الوارد، حتى ما تنسون كلمه افرنت الصادر يعني الخارج هيك معناته، تذكروا كلمه افرنت تبدا باي بحرف اي يعني اكزيت، جاي من اكزيت يعني الخارج، هاي ما تنسوها كون حتى تعرفون انه الموتر هو اكزيت خارج من السبانال كورد. زين وهذا العصب الخارج اما يكون سوماتيك يعني انت يعني تتحكم به رايح العضله تتحكم به، او يكون لا هو اوتونوميك ذاتي رايح للقلب، يعني مثلا انه نفرض انه واحد خلينا نقول ركض اجى اشعار للدماغ والحبل الشوكي يابا مثلا هذا جاي يركض يحتاج زياده ضربات قلب مالته، ايش راح يسوي بهاي الحاله؟ القلب راح يجي اشعار اكزيت اللي هو موتور بس مو تتحرك في القلب، لا هذا يسموه اوتونوميك موتور لكن اوتونوميك، عرفتوا؟ موتور اوتونوميك، لكن نفرض انت راح للعضله، العضله ما تحرك ايدك حتى تبعدها عن خطر او مثلا كهربيت او احترقت مثلا ايدك او لحد لك شيء خطر مو، هذا يسموه سوماتيك، انت اراديا وخرت ايدك، زين سوماتيك يسموه هذا. هسه خلصنا الاوتونوميك والاوتونوميك والسوماتيك. كاتب لكم انفولنتري وهذا شنو فولنتري، فولنتري يعني ارادي وهذا انفولنتري اوتونوميك. والاوتونوميك نفسه يتقسم الى سمباثيتيك وبارا سمباثيتيك، راح نجي نشوفه ان شاء الله واحد واحد. شو هسه هذا صوره ثانيه للبرين، شلون يقول لك شوف الاعازات اللي اجته سنسري انبوت، يعني اجى اعازات اجى مثلا سيجنال فروم اكسترنال انفايرمنت، اجى اشعار مثلا نفرض انه خطر من البيئه الخارجيه من سواء جلد نفرض يعني يقول لك سطح الجلد او تندون يعني رباط او عضله حسب، او يجي اشاره من انترنال اورجان اعضاء داخل البطن يسموها انترنال انفايرمنت، يعني قصده داخل الجسم. من تسمع كلمة internal environment الترجمة يقول لك البيئة الداخلية، شنو قصده؟ يعني داخل الجسم، هذا اللي قصده، عرفتوا؟ هذا اللي مقصود به. زين هسه السوماتيك يشوف شو يقول لك السوماتيك، السوماتيك هو الموتر اوتبوت، راح للسوماتيك موتر اوتبوت يعني خرج جاي من اجى اعاز انبوت، سنسري انبوت يعني شنو افرنت
خاف يسمعون كلمة انبوت أو افرنت فهي نفسها يعني الوارد جاء إعاز. شلون يصدر الدواء الدماغ استجابة عفوا يعني جاء إعاز لازم يعطي استجابة. شنو هي استجابة الموتر اللي هي افرنت، مو تنسوها افرنت زين. الموتر افرنت ما قلنا يروح سوماتيك يعني شيء يعني نتحكم بإرادينا ولا إرادينا. الإرادية مثل ما قلت لكم كنترول اوف موسكولار سكيلتال ماسل يعني عضلات الهيكلية اللي هي إراديا او اوتونوميكي لك مثلا كنترول سموث ماسل العضلات مثل المعدة والأمعاء او كاردييك ماسل عضلات القلب او الغدد. يعني انت الغدة مو تدي لها فرزي، هي تفرز وحدها، لكن إجاها إعاز موتور قال لها فرزي. نفرض هسه من اخذنا لكم ايان الكرينال نيرف هناكم الفيشل اللي يروح للغدد اللعابيه السبلينجوال والسبمندبولار او سبمندبولار جلاند يقول لها فرزي. خب مو انت قلت للفيشل قلت له روح فرزي، لا هو تحسس انه الاكل دخل للفم فاجى اعاز الدماغ اكو اكل بالفم لازم يفرز شنو اللعاب. اجى اعاز الموتر اللي هو الاوتبوت وين بالفيشل، راح للفيشل اللي يغدد الغدد اللعابيه اللي هن من السبلينجوال والسبمندبولار خلاني فرزه. هذا يسمونه موتر اوتبوت. بس شنو هو اوتونوميك؟ صحيح هو موتر اوتونوميك يعني مو تتحكم. لو مثلا انت وخرت ايدك هاي انت يعني بارادتك شيء ارادي، هذا يسموه سوماتيك موتر. عرفتوا هذا التقسيم مالته. هنا انا اقول لك البيزك تاسك اللي حكينا قبل شوي عليه، سنسر اوت انبوت اللي يقول لك مونيتور بوث اكسترنال انترنال انفايرمنت يعني يجي إعاز من برا أو من داخل الأعضاء اللي بالجسم، هذا إرادي يسمونه يعني عفواً وارد أفرد. Integration process the information and often integrate it with the stored information. يعني هاي المعلومة اللي جت للدماغ اللي هي سنسري، أنت دزيت معلومة سنسر للدماغ نفرض مو مثل ما قلنا سنسر إنبوت، بعد ما سويت سنسر إنبوت هاي المعلومة اللي وصلت للدماغ راح يبدي يجمعها وشوفها ويجمعها ويدمجها ويا بقية المعلومات اللي اجته. يعني نفرض اجته معلومة من العين انه هذا شيء خطر او انت قلت الشيء بيدك شيء خطر، يعني هسه نفرض المعلومة من اجت من العين انت شفت هذا شيء خطر قبالك، اجت معلومة للدماغ زين راح يدمجها ويا المعلومة اللي اجت من الايد، انت لمس هذا الشيء الخطر بيدك او شفته، يعني اجت معلومة من العين ومن الايد، فبالحالة راح يبدي يفرز هاي المعلومات اللي وصلت لمات الخطر زين ويجمعهم وبعدين راح يعطي استجابه. الاستجابه شنو هي؟ عن طريق الموتر اوتبوت زين اللي هي يسموها افرنت. يقول لك نيسيساري سيجنال افكتر اورجان تو ميك ان ابروبريت ريسبونس، يعني راح يعطي اشاره للعضو المناسب حتى يعطي استجابه. يعني نفرض انه هذا خطر وخر عنه هيك معناته، هاي الاستجابه جاءت معلومه خطر. المعلومه يقول لك منين تجي؟ من اكثر من عضو، يعني ممكن من يعني معلومه مثلا انت شفته او سمعت اكو خطر، نفرض من واحد مثلا يصيح ويخرعك مو اجت معلومه تسمع صوت قوي حسيت بخطر نفس الوقت بعدت بجسمك، ها كلها تجي للدماغ يجمعها ويعطي استجابه اللي يخليك تبتعد عن هذا الخطر زين. بس استجابه سريعه يعني مو مثل ما تخيلوا يعني يضل يفسر وحده شيء خطر زين. بس انا بس السيستم كونسيست اوف ذا برين اند سباينال ات از ذا سي ان اس ذات اول اوف ذا انالايز of information take place. هو يقول لك المكان اللي كل المعلومات يحلل لنا كل المعلومات اللي وصلت له. take place يعني اللي صارت او حدثت. the brain and spinal cord are both housed within the protective triple layered membrane called meninges. ذكروني يقول لك الدماغ والحبل الشوكي مغلف عباره عن طبقات ثلاثيه اللي هي يقول لك يسموها السحايا مثل ما اخذناهن البياماتا والديورماتا والاركينويد. It's control our thought, movement, emotion, and desire. هو يسيطر على أفكارنا، حركتنا، مشاعرنا. يعني thought أفكار وحركة، emotion مشاعر، وdesire الرغبات. It's also control our breathing, heart rate, release of some hormone, body temperature, and much more. يعني بعد هو أشياء اللي يسوي مثلاً يخليك تتنفس، يسيطر على التنفس، ضربات القلب، يحررنا هرمونات، حاله الجسم وبعد اكثر من ذلك. The brain play an central role in control of most bodily function including awareness, movement, sensation, thought, speech and memory. يعني بعد يقول لك اكو اكثر اشياء من انه الوعي. الدماغ مثلا هو يعرف مثلا هاي يسيطر على درجه الوعي، الحركه، الاحساس، الثوت، الافكار، السبيتش، الكلام والميموري. لان كلهم يسيطر على الدماغ وبعد اكثر يعني هو ما يقدر يعدد لك اياهم كلهم صفحه بس يعطيك امثله يعني. زين؟ نجي هسه للنيورونز.
مثل ما قلنا نيورونز اول محاضره، الوحده الوظيفيه مالت الجهاز العصبي من هي الخليه العصبيه اللي هي نيورونز، يعني تسمع نيورونز نفسها سيل نيرف سيل يعني الخليه العصبيه. زين سيل ذات كوندكت امبلسز اللي هي هاي الخليه اللي قبالكم تذكروها ميد اوف دندرايت التشجيرات، تذكرون التشجيرات وين صايرات؟ دنيان اللي يستلم من هو الاعازات اللي اجت، تعرفون خليه عصبيه تتواصل ويا خليه عصبيه ثانيه، يعني يجي هنا مثلا الاكزون مات نهايه خليه يتصل ويا تشجيرات خليه ثانيه وهكذا، مثل ما حكينا من كورسلون ما بين اي زياده. تقريبا يقول لك الدوائر يتكون من 100 بليون مو مليون بليون، يعني اكثر بعد خليه عصبيه، يعني يتكون من اكثر من 100 بليون خليه عصبيه لان هي الوحده الوظيفيه. فهاي الخلايا هواي عندنا، تمام؟ هاي نموذج وحده من العده اللي هي متكونه من تشجيرات اللي تستلم الاعازات وصلتها الى جسم الخليه، هذا هاي النواه مالتها نيوكلياس، هذا المحور قلنا اللي يوصل كهرباء ومغلف بيمن بالمايلين شيت اللي طتنا اياه من هو الشوان سيل وبالبرفرال بال تذكرون شوان سيل هاي برفرال سنترال منو اوليغودندروسايتس، وهاي الفراغات اللي بين شوان وشوان شو يسموها عقده ترانفير. بس يعني حس قلنا بوقتها ما اعرف اذا تذكرون او لا، قلنا ليش يعني هذا المغلف اياه مسوي انه مكان اسمه عقده ترانفير؟ هذا يعني الى الخليه العصبيه نفرض انه ما مغلف مثل ما مثلا اكمل انه واير وداخله شنو اكو سيم اللي وصل الكهرباء، هذا السيم سيم مالت الكهرباء اذا عرفته هيك بدون ما هذا الشيء اللي يغلف فوق فراح يصير خساره واي بتوصيل الطاقه، يعني نفرض انت ساحب كهرباء بس بسيم ماكو فوق هذا اللي يغلف الغلاف النايلون راح تصير كهرباء تجي كلش ضعيفه. هاي نفس الشيء الاعصاب، انت نفرض العصب مالتك ما بي هذا المايلين شيث فراح يظل كل مكان يسوي اكشن بوتنشال، هذا تذكرون ماخذينه بالفيسلج كل مكان يسوي اعاز فراح تجيك اشاره كلش بطيئه يسموه ضعف الاعصاب او اعتلال الاعصاب. هسه روح المستشفى الصدر اكو مركز اسمه مركز اعتلال الاعصاب يسمونه مالتيبل سكلروسيس تصلب الاعصاب، ذول الناس ما عندهم مايلين شيث ماكو فشوفهم حركتهم ضعيفه بقوه يوصل اعاز بالتهم، شوفوا يعني هو مرض مناعي يهاجم به المايلين شيث بس هذا وظيفته عرفتوا. عندنا ثلاث انواع من النيورون، قلنا سنسوري نيورون اللي هي كاري امبلسز فروم انسايد اند اوتسايد ذا بودي تو برين اس وان كوتي جي عاز احساس للدماغ والحبل الشوكي يابه، هذا عندنا بدي انقل له معلومه مهمه شلون نقول احنا البريد الوارد شلون تجيكم رساله يسموها البريد الوارد. زين هاي اجتك رساله ايش راح تسوي؟ تعرف هاي الرساله ايش طيب استجابه لها مثلا افرد الاستجابه مالتها هي الرد عرفت؟ يعني هاي المعلومه احفظوها ببالكم، جتك رساله على الايميل مالتك هاي يسموه سنسري انبوت، انت ايش سويت؟ قريت هاي الرساله بعدين راح شو تسوي؟ ترد عليه ابو الرساله اللي دز لك اياها، هذا الاوتبوت الرد مالتك يسموه اوتبوت اللي هو موتور اعطيت استجابه. زين زين شنو هو الانتر نيورون هذا اللي بيناتهم صاير؟ نفرض هسه شوف هنا الانتر نيورون ما راح نقدر نشوفه الا بالصور اللي وراه بس هسه احنا خلينا ناخذه هنا وبعدين نرجع نعيده مره ثانيه. يقول لك فاوند ويذن برين اند سبينال كورد process incoming passes on passes them to them onto motor neurons. شوفوا الانتر نيورون على ريد ندخل بيه نفصله كحكي يعني مفصل كل شوي كون اول شيء تعرف انه الفاينل كورد شنو المقطع العرضي مالته وين يصير بالضبط الانتر نيورونز. فاحنا بس نريد نقول لكم يعني ملخص عنه بسيط لان انا حتى من قريت عنه كل شوي وظائفه وما تقدر تحددها يعني بوظيفه واحده، هذا كاتب لكم اياه عباره عن نقطه في بحر. فايش كاتب لكم هو؟ الرساله اللي اجت بالسنسر النيورون راح يعالجها ويرسلها للموتور، انت حفظوها مثل ما موجوده عندكم لان ما اريد ندخل تفاصيل دقيقه، بس عفوا هذا خلينا نجي هنا نرسم. هذا اجى سنسري انبوت مو نفرض انه هذا سباينال كورد. اكو هنا بين الموتور والسنسري هذا الموتور شوفوا هذا اثنين رقم اثنين هو الموتور. رقم واحد هو السنسري. هذا اللي هنا في رقم ثلاثه اللي صار مثل زقزاق هو الانتر نيورون سوى اجت الاعاز من السنسري دخل السباينال كورد، هذا سباينال كورد الدائره، هذا سباينال كورد اجى هنا بالانتر نيورون، انتر نيورون راح يفرز هاي المعلومه اللي وصلت له شنو هي وبعدين يوصلها لوين؟ للموتور، يعني شلون صار حلقه وصل بين السنسري والموتور عرفتوا؟ هاي وياها ما ندخل بتفاصيل لان بهواي وظائف وبانواع هواي ويعني صار هوسه عليكم على ناخذها، لان انواع الخلايا عندكم شوفوهن يقول لك هاي اسمها الموتور نيورون وهاي الانتر نيورون وهاي السنسري.
ذني بيبيهن بعد كلش تفاصيل هواي بالفصل الجاي. شوفون ذني اجت السنسري نيورون بمن اتصل؟ اتصل بالانتر نيورون، هذا يا السنسري رقم واحد. اتصل وياه من بالخليه اللي موجوده بالسباينال كور او البرين، اسمها انتر نيورون. انتر نيورون وين وصلتها؟ للموتر، هذا الموتر اللي بالاصفر. يعني شوفوا ايش صار، عباره عن حلقه وصل بين من؟ بين السنسري والموتر. هذا السنترال والبرفرال نيرفس سيستم اللي هو البرين اند سباينال كورد. نجي للبرين. البرين يقول لك از بروتكتد باي سكال، اللي هي الجمجمه مثل ما قلنا، اللي هو كرانيال كافيتي اند سباينال كورد ترافل فروم the back of the brain down the center of the spine stopping in the lumbar region of the lower back. تذكروني قلنا لكم الدماغ هو داخل الجمجمه، يطلع من جوه من الميدل اوبلنجاتا، يكمل من هو الحبل الشوكي. يقول لك يترافل داون، يعني يمشي يترافل، مو معناته يترجمها حرفيا يسافر، لا يقول لك يمشي بين الفقرات لحد ما يوصل لوين يتوقف. تذكروني قلت لكم باللمبر ينتهي السبانال كورد، ما يوصل للساكرم ولا الاكسجين، لان اصلا مدموجات وين يعبر؟ زين يوصل لحد باك. هو ما متكون الدماغ، متكون من السيروبرام اللي هو يسموها قشرة الدماغ، سيريبيلم اللي هو المخيخ، البرين ستيم جذع الدماغ، والدينسيفالون ذني كلهم حاجين. The brain is made of more than 10 billion nerves. قبل شوي قلنا 100,000، بس هو البرين نفسه 10 بليون. كل الجهاز العصبي متكون 100. زين نجي هسه للسيروبرام. is the largest part of the brain. يعني احنا نقول المخ مات الانسان نفسه، مو المخيخ اللي جواه اللي يصير بالله، لا السيروبرام. زين يقول لك هو اكبر جزء مسؤول عن الثينكينج، التفكير، السبيكينج، الكلام، الميموري، الذاكره. The cerebrum controls your movement and identifies the information gathered by your sense organ. هذا السيروبرام المخيخ اللي قلنا عليه راح يجمع هاي المعلومات اللي وصلت له بايش؟ بالاعضاء الحسيه. يقول لك يعني نفرض من الاعضاء الحسيه عندنا، نفرض سواء مثال بسيط عليه الجلد. هذا الجلد من حس اكو شيء جمع لك هاي المعلومات ودزها للدماغ، عفوا نقل هاي المعلومات انه هذا الخطر للدماغ. يقول لك الدماغ اللي هو السيروبرام جمع لنا هذه المعلومات اللي وصلت لمين؟ من السنس اورجان. هيك معناته هذا الحكي. شوف هاي الصوره قبالكم، هذا السيروبرام بدون هاي، هذا يعتبر سيروبيلم. هذا البي احمر حطيت عليه احمر بنانو منانه، ماكو علاقه، هذا سيروبيلم. زين انتوا عندكم هذا السيروبرام، شوفوا متكون من هاي نانا صورة anterior view، يعني جاي تروح لقدام، وهاي lateral view. شوف lateral view يقول لك هذا كله هذا السيروبرام مفصول بينات عن شنو؟ اكو فيشر. قلنا الفيشر شنو فرق عن السالكس؟ الفيشر قلنا انه الحجم ما هو، يعني اثنات يعني شلون حاجز او حفرة احنا نقول، لكن الفيشر انه الحجم اكبر من السالكس. يعني السالكس ما يمتد لهذا المود، شوفوا من بعد الفيشر من قاس من دماغ الى نصفين، السالكس لا مي مو هالقد يمتد، حجمه صغير. فقسم من الدماغ الى فص ايمن يسمونه رايت هيمسفير، مثل ما قلت لكم لا تترجمون كلمه هيمسفير، هيمسفير يعني فص الايمن، وهذا اللفت هيمسفير. زين وهذا هنا شوفوا طلعتكم اياه بجهه اللاترال فيو، السيربرال كورتكس اللي يسموه احنا مثل ما نقول بالعربي قشره الدماغ. يقول لك هنا اكو جهاز اسمه كاربس كالوزم، قلنا لكم عليه قبل فترة، سألت عليه قلت لكم هذا ما داخل، ما يطلبوا منكم شيء أشياء، لأن صار شيء يعني ما يدخلون شيء عميق وياكم. زين دماغ قسمنا إلى لوب، قلنا كل واحد حسب العظم اللي تحته، يعني فرونتال بون، فرونتال لوب، باريتال لوب، أوكسيبتال لوب، تمبرال لوب. زين هذا اللوب اللي عندنا. بعد أكو واحد يسمونه، لا فتحنا الدماغ منه بالضبط ماكو، إحنا نلقى لوب جوا اسمه يسموه لينجوال لوب. هنا ما حطيت إياه بس خافت تشوفونه يعني أو بالصور الجاية اسمه لينجوال. زين هذا يقول لك region of brain، هنا شوف كل منطقة بالدماغ مطيحهم يعني شنو وظيفتها بالضبط. هسه تقول انت هاي الصورة يعني صارت هوسة علينا، صحيح بس هو يعني شغلة معقدة. يقول لك مثلا هاي المنطقة اللي بالأخضر اسمها بريموتر، تذكرون بوقت قلت لكم ما راح نقسم احنا تقسيمات عميقة لأن صار صعب عليكم. كل منطقة بالدماغ وكل جايرس لها اسم، كل شغلة لها اسم. شوف هاي المنطقة اللي باللون اللي شوفوا باللون البني الوردي هنا، كاتب لكم على التست اريا، هاي منطقه مسؤوله عن التذوب بالدماغ. يعني هسه نفرض انه انجلطت وجلطه صارت بهاي المنطقه، هاي راح تفقد بهاي الحاله حاسه التذوق، عرفتوا؟ قلنا الاوكسيبتال شنو هو؟ اللي بمراكز الابصار فيجوال. ما قلنا قسمنا الدماغ الى مجموعه تقسيمات،
قلت له انتم بس هذا ما راد من عندكم، بس اهم شيء يعني تعرفون انه هاي تقسيمات الدماغ مو جب كيف والله قال خلينا نقسم هاي المنطقه شنو هاي المنطقه شنو، اهم شيء يعني تعرفون انه هاي بعد ما سووا الاختبار مثلا شافوا ان هاي المنطقه مسؤوله عن مثلا الذاكره، هاي عن الكلام، هاي عن السمع وهكذا. شوفوا ذني التقسيمات اللي قلت لكم عليها بوقتها البارايتال لوب والاوكسيبتال لوب، شوفوا ايش قايل لكم، الاوكسيبتال لوب مسؤول عن النظر، سربلام توازن ويقول لك تناسق، البارايتال لوب يقول لك انتليجنس لانجويج ريدنج اسوسيشن يعني الذكاء واللغه والقرايه والاحساس وين موجودات كثير بالبارايتال لوب. الفرونتال لوب، الفرونتال لوب البيهيفير الذكاء، البيهيفير يعني سلوك، الانتليجنس الذكاء، الميموري الذاكره، الموفمنت، ها كلها وين بالفرونتال لوب. تمبورال هم يعني تقول شو اكثر من لوب مسؤول عن السلوك؟ اي طبعا مو انه اللوب واحد مسؤول عن هذا السلوك، زين؟ بيهيفير عن السلوك، الهيرنج السمع بالتمبورال لوب، الموماري هم اكو تمبورال لوب بالاضافه مثل ما حكينا فوق فرونتال، سبيتش هم بالتمبورال لوب، فيجن هم ممكن اكو فيجن بالتمبورال، عرفتوا؟ يعني هذول اقسام كل واحد والوظيفه مالته، يعني بمراكز المسؤوله عن شيء معين. يعني مو جو قسمه والله بكيفهم قالوا خلينا نخلي السمع هنا، لا. هو يعني المناطق ذني سو بعد ما اختبروهن يمهم العلاج طبعا شافوا انه كل منطقه مسؤوله عن شيء معين يسويه الجسم، زين؟ نجي هسه للسربلم اللي هو المخيخ مثل ما قلنا از بلو اون ذا باك اوف سربلم اللي هو يقول لك صاير اسفل دماغ. ذا سربلم كنترول يور بالانس يعني التوازن، سربلم كنترول يور بوستشر الاستقامه مالتك، يعني انت مثلا واقف هذا يسمون البوستشر مالتك، انت مثل ما نقول واقف واحد نقول واقف على طول مثلا هذا يسمون البوستشر الاستقامه مالته، هو مسؤول عنها من هو السربلم التوازن والاستقامه، هذا يا اللي باللون الاصفر هو من هو السربلم. الداينسيفالون ايش يقول لكم؟ appears that at the upper end of the brain stem situated between the cerebrum and the brain stem is it's made up of four distinct components. ذكروا المناطق اللي قلنا لكم ثلاموس سب ثلاموس وهايبو ثلاموس and epithalamus اللي هي ذن اربع مناطق اللي يسمون داينسيفالون مثل ما حكينا اللي هن منو اجزاء من الفور برين مو تنسوهم. The diencephalon acts as primary relay processing center for sensory information and autonomic control. يعني يقول لك هو المكان عبارة عن شلون يعني شلون محطة لمعالجة محطة مركزية معالجة المعلومات الحسية اللي واردة والسيطرة الغير ذاتية، يعني عرفتوا؟ مثلا يقول لك الثلاموس والسب ثلاموس والهايبو ثلاموس لأني كنا تحت مسمى الداينسيفالون هاي وظيفته. يعني يشتغل بشكل يعني هو صحيح تشوف كل واحدة لها وظيفة معينة بس ذن ثلاثة يعني أربعة نعفون تراكيب كل واحدة عبارة عن شلون محطة صايرة لمعتمدة يجيها معلومات حسية وتطب بنفس الوقت شنو أوتونوميك كنترول مو سوماتيك، عرفتوا؟ أوتونوميك كنترول هاو ياها اللي باللون الأزرق اللي هي شي يسموها الدايسيفالون فقط اللي باللون الأزرق اللي جواها هذا جواها البرين ستيم اللي بالأخضر اللي حكيناها المدلة وبلنقاتا اللي نخاع المستطيل هاي بالأخضر مرة ثانية شوفوها بالأخضر هاي كلها يسموها داينسيفالون. زين البرين ستيم يعني سنجي إلى جذع الدماغ. The brain stem connects the brain to the spinal cord يضبط أن الدماغ وين؟ بالحبل الشوكي. The nerves in the brain stem control your heart beat, breathing and blood pressure. يعني منطقيا من تسمع كلمة يسيطر عليه دقات القلب والتنفس والضغط، يعني هذا شنو إرادي لا إرادي؟ يعني وحدك تقول هذا إذن هذا البرين ستيم بالمراكز اللا إرادية. يعني مثل ما مثلتكم مرة قلت لكم إذا واحد شايفين واحد يصور رقبته بالأفلام خصوصا بالأفلام وراه يموت إنه المدلة والبلنقاتا يعني هم يوصلون فكرة عود هاي إنه إذا انضربت المدلة والبلنقاتا بها مراكز التنفس بالنخاع المستطيل بمركز يسيطرنا على دقات القلب والتنفس، إذا انضرب بعد ما تتنفس يعني عرفتوا هاي التنفس اللا إرادي، إحنا مو تنفسنا لا إرادي، فهذا كله يتوقف باعتبار مركز السيطرة على التنفس وين موجود بالمدلة والبلنقاتا، فهذا الخطر عرفتوا؟ نفس الوقت يسيطرنا على الضغط، يعني إذن هو نجي البرين ستيم هو عبارة عن autonomic control، زين؟ ينقسم إلى مناطق اللي هو midbrain
قلنا الدماغ الوسطي والبونز اللي احنا نسميها بالعربي القنطره، والمدله او اللنجاتا اللي هي النخاع المستطيل. زين، لان ويانا ثلاثه، هاي الصوره وهاي هنا، هاي شوف هاي، خلينا نجي نقربها اكثر لهنا تقريبا، من هنا لهنا، هاي كلها الميد برين. الجوه هاي عباره عن الانتفاخ، صار مقابيل سيربلم اسمه البونز، وعندنا هذا اللي هو المدلة أبلونجاتا. مدلة أبلونجاتا. نجي للبرين كافيتيز. البرين كافيتيز يعني التجاويف اللي موجودة بالدماغ. شنو هي؟ يقول لك the cranial cavity، يعني احنا نقول التجويف الداخل قاع الجمجمة. also known as intercranial space، عبارة عن فراغ داخل الجمجمة. هو فراغ داخل الجمجمة. is the space within the skull، مثل ما قلت. The space inside the skull is formed by eight cranial bone known as neurocranium. هذا القحف الداخل الجمجمة، احنا ليش نسمي يعني نقول قحف الجمجمة؟ متكون مجموعة عظام، ثمان عظام كاتب لكم، يسموه neurocranium. يعني هذين العظام اللي ثمانية، مو مات الجمجمة، البارايتال والاوكسيبتال والتمبرال، ذن يسموه neurocranium. زين، neurocranium راح يرجع يعرفها مرة ثانية. is the upper back part that form the protective case around the brain. هذا يقول لك اللي هو العظام هي اللي كونت لنا هذا الغطاء اللي يحيط الدماغ، اللي هو نقول احنا يسموه مرات يسموه كيس، او يقول لك كاب، يقول لك مثل قبعه صايره. هذا الجمجمه مو العظام مالته، يقول لك مسوي شلون القبعه حامي الدماغ، شلون هاي القبعه اللي بس الجندي مو. فهو قصدي هاي الحاله انه صارت مثل حمايه للدماغ، هسه الجندي بالحرب شيل بس فوق الجمجمه مالته فوق راسه، يلبس هاي القبعه حتى تحميه. نفس الوقت الجمجمه عبارة عن عظام تحمي الدماغ اللي هي يسموها نيوروكرينيوم. هذا اللي المكتوب هذا هنا. هاي الصورة ماخذيها وين؟ صورة ماخذيها بالرنين، وصورة ماخذيها بالمفراس. شوف هاي قبالكم، هاي يسمونه اكزيال فيو. هاي الصورة قبالكم اكزيال فيو. اكو طبقات تمتد من طبقات المننجيز، يسموها واحدة يسموها فالك سيربري، واحدة فراك سيربلي. هنا احنا ما راح ناخذين بالتدقيق لان كلش صعبات، كنت تاخذون وشوفون عدل يلا ما تعرفون، بس يعني حتى خاف يقولون هاي كلمات منين جايبه بجوا الصوره. يسموها فالكس، تفصل لنا الدماغ الى، يعني مو احنا قلنا فشار، تدخل بهذا الفشار اللي يفصل لنا الدماغ الى فصين يمين وايسر، عرفتوا؟ يسموها فالكس سيربري، عرفتوا؟ وحاكيكم يعني قايل لك الاي، هاي الاي هي الفالكس سيربري، البي هذا اللي هو الفرونتال لوب. هاي شنو؟ هذا ماخذين مقطع عرضي بالسي تي سكان بالمفراس. زين؟ الدي يقول لك هاي سبليميا اوف كوربس كالوزوم، يعني ما مطلوب ما يجي بكم صوره اشعه، وانتم يعني صوره طبيعيه صعبه تصير عليكم، مو صوره اشعه او صوره سونار او صوره مفراس. زين، بس يقول لك انه هذا هنا من هنا هيك ماخذين له مقطع بالمفراس، ماخذين له من هنا وهنا قربه مره ثانيه. هذا كل ما يعني صوره ما صعبه عليكم. نجي للسي اس اف اللي هو سيربروسباينال فلويد، مثل ما حكينا وبدون ما تبعون ما يتكون. هذا طبعا الحكي بالمناسبة نفس الحكي اللي بالعملية اللي حكيناه، ينفرز مين؟ من كورايدو بلاكسس. اكو خلايا بالكورايدو بلاكسس شنو اسمها؟ بين دايماسيا. مو ذاك يوم قلوا لي والله من يفرز لنا السي اس اف الكورايد، ما افتهم نفسه الكورايد يفرز السي اس اف لو بين دايماسيا. هو الكورايد جهاز، شلون نفرض الجهاز الهضمي؟ بس جهاز صغيروني موجود وين؟ داخل الفنتركل مالت البرين، باللاترال فنتركل وبالفورد موجود اوبوثير يعني. هذا الجهاز هو الخلايا مالته، الخلايا مالت الكورويد اسمها، احنا وصلنا مثل ما قلنا لكم المعده، وهذا يعني حتى ما نطول بها المعده. مثلا قلنا البارايتال سيل اللي بالمعده هي تفرز لنا الاي سي ال، من قلنا لك المعده تفرز سي سي ال، يعني مو تقول لي شات مو قبل شوي قلت البارايتال سيل، اي صحيح هي البارايتال سيل خليه موجوده بالمعده، هاي الفكره مالتها. يعني من اقول لك كورويد بلكس يعطينا السائل، بس من اجي ادقق بالكورايدوبلكس، من هو اللي طعن السائل اللي بيخليه بالكورايدوبلكس؟ الزمع بين دايمر. مو تجي تقول لي قبل شوي قلت ان بين دايمر تفرز السائل، شلون هسه الكورايد؟ فهي نفس الفكره، احنا بنقول المعده تفرز حامض، شلون فرزت؟ غير اكو خلايا بيها اسمها بارايتال سيل تطلع هذا الحامض، تذكروا بالدايجستيف. هاي الفكره نفسها، ان شاء الله بعد ما تصير صعب عليك. الفرز وين الكورايدوبلكس موجود؟ قلنا بالفنتركل مالت البرين، اللي فرزنا او الامتصاص مالته وين صار؟ بالاركانويد جرانيوليشن، يعني الامتصاص من اقول لك ابزوربشن مثل ما جبناكم اياه بالامتحان مات السي اس اف، وين يصير؟
بالاركينويد جرانيوليشن. قلنا الان نجي نحسب السي اس اف باي لحظه هسه نلقاه 25 ملليلتر، لكن هو مثل ما تعرفون ينفرز ويمتص بالاركينويد جرانيوليشن، ينفرز ويمتص ينفرز ويمتص، فراح تحسب باليوم الواحد ايش قد كميه اللي انفرز، فيطلع 500 معدل زين. بس هسه باي لحظه تلقاه 125 يعني موجود يعني بالفنتريك بالدنمات البرين الفنتريكول والسبيس السب اركنويد سبيس مو نلقاه 125 ملليتر كل يوم ايش قد ينتج. بس هذا 125 ملليتر مو ثابته، تنفرز ورا فتره مثلا تفصد انفرز غيره، فايش قد انفرز خلال هذا اليوم ايش قد هو، فهو ايش يحسب؟ يحسب اللي انفرز واللي يمتص نفسه، فيطلع لك مجموعه 500 ملليتر. شنو هو اركنويد جرانيوليشن؟ اذا تجون هنا مو يمشي السائل اللي بهاي المناطق، شوفون هنا هذا بالاحمر هذا جاي يمشي السائل، يجي بدن الانبعاجات هنا هذا اللي فوقه الازرق مو السماوي الغامق حيل هذا، شوفوه اللي حطت عليه تاشير، هذا الغامق حيل يسمونه سوبيريا ساجيتال ساينس وريد، هذا هذا الوريد اللي راح تنبعج عليه يسموه اركينويد جرانيوليشن، راح تنبعج عليه وتطي السائل، عرفتوا يعني تجي هيك انبعاجات هيك مو يجي من هنا السائل وين يروح للوريد ويرجع للقلب، عرفتوا هذا وين يروح يمتص عن طريق السوبيريور ساجيتال ساينس، او هو ساينس مثل البرين مو بس السوبيريور اكو غيره هواي، شوفوا كاتب لكم هنا سوبيريور ساجيتال ساينس، لان اركينويد فيلاي وين من بعجات على الوريد الاعلى هذا سوبيريور ساجيتال ساينس. زين هاي الصوره زين، هاي البلاس سبلاي مثل البرين اذا تذكرون قلنا لكم احنا ما راح نطالبكم به لان كلش صعوبات لنا اللي تعرفون، حتى يعني ما اتوقع الدكتور مثل مرتضى يدخل به بالتفاصيل، ما اعرف هو شلون قطنيان بالضبط، لكن انا من اذا اشرح البلاس سبلاي مات البرين يعني هذا محاضره واحده، لان هو الفروع ما سيركل او فولس كلش باين، تعرفون يجي من يطلع من القلب من الابهر القوس الابهري اذا تذكرونه، فرع اسمه كمان كاراتيد ارتري، واحد يبي اليمين وواحد باليسرى، كمان كاراتيد راح يجي لهنا منطقه العنق ينقسم الى نصين، واحد اسمه اكسترنال كاراتيد يروح لسطح الجمجمه هذا يا، والثاني يدخل بالجمجمه اسمه انترنال كاراتيد، عرفتوا رقم اثنين وهذا رقم واحد حتى ما تنسوه. زين هسه خلاص يجي واحد نفسه بعد من الفرع اسمه فيرتبرال ارتري، زين فيرتبرال ارتري، فيرتبرال ارتري هذا من يطلع يمشي بين يمشي داخل الفقرات، يمشي وين داخل الفقرات ويصعد للاعلى، يصعد للاعلى. زين هذا من طلع هو اصلا يطلع من الفرع اسمه سبكليفين ارتري، خاف يعني يعني تسمعون ذي المصطلحات قلت لكم لان هنا صعبات ويراد لهن تركيز، فيرتبرال ارتري يطلع من الفرع اسمه سبكليفين ارتري هذا اللي رايح من الايد، قبل لا يروح للايد يطلع منه فرع اسمه فيرتبرال يصعد للاعلى، ويا الانترنال كاراتيد ارتري يسوي لنا هاي الدائره هنا يسموها سيركل اوف فولس، التحت سوى انستوموسيس يعني الفروع مالت الفيرتبرال، ويا الفروع مالت الانترنال كاراتيد التهدم سوى سيركل اوف فولس بين فروع هواي، شوفوا قط واحد امامي واحد خلفي واحد نزل منها تعطي هواي فروع، بس احنا اللي نعرفه انه شلون تكونت اصلا، هو ايش يقول لك انستوموسيس، انستوموسيس يعني يجي شريان اتصل ويا شريان، اجت الشرايين مالت الفيرتبرال تحدث ويا الانترنال كاراتيد سوت لنا سيركل اوف فولس. هاي صوره باللي يسموها الانجيوغرام، هاي صوره قبالكم يعني يعطون يشربون يعطون بالوريد مثلا ماده وياخذونها بنفس الوقت مقطع مثلا احنا شعاعي يسمونه انجيوغرام، مو رنين ولا هذا سي تي سكان ولا مفراس، وانما يسموه انجيوغرام الاسم انجيوغرام، فظل هاي الماده اللي طاهيه بالوريد تصعد حتى يشوفون الاورده مال الشرايين مال الدماغ، شوفوها لاني هذا الجهاز يسموه انجيوغرام. زين ما مطلوب منك تعرف شنو انجيوغرام، اهم شيء يعني هاي الصوره بس وما حاط لكم اياها فلازم يذكرين ذني الاورده مال الدماغ اللي قلت لكم قبل شويه اللي سوبريا ساجيتال ساينس يسمون ساينس اوف ذا برين او ديورال فينس ساينس، يعني تقدرون تبحثوهن ويطلع لكم اياهن بالتفصيل، اكتبوا باليوتيوب او بالجوجل دورال فينوس ساينس، من تبحثون ذن راح يطلع لكم كل الساينس اللي بالبرين كلهم بدون استثناء، شوف هذا سوبيريار انفيريار جريت سيربرال فين اوف جالين، انا شارحها محاضره النيرف سيستم كلهم بالسرعه، وسترايد قبل ان نقلل لكم اياها نون ترانسفيرس، وبعدين سوى سيجمويد، وبعدين يرجع للقلب قلنا عن طريق ايه هو اللي طلبناه من عندكم فقط انترنال جاجولار فين،
ذني السينوسات كلهن راح يفرغن خلال منه خلال وريد واحد اللي اسمه انترنال جيجولار فين، ورجع للقلب عن طريق منه السوبيرال فينا كافا الوريد اللي يجوه في الاعلى وبعدين يروح للرايت اتريوم. هاي الصوره هنا ماخذيها هم يسموها هنا يسموها الام ار اي، هاي رنين مغناطيسي هذا باعتبار تفاصيل الدماغ ظاهره يعني رنين هذا زين ماخذين هنا رنين. وحتى يراويكم شلون يعني الديورال سبيس يسمونه الدنيا شو ذن الفراغات هذا جاي يمشي علينا هذا طبعا بلون اسود شوفوا طلاب. احنا لهنا خلصنا المحاضره.